بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أما بعد، فلازلنا نقرأ في كتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة للشيخ العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله رحمة واسعة. ووقفنا عند القاعدة 45، وهي قوله القاعدة 45: من لا يعتبر رضاه في عقد أو فسخ لا يعتبر علمه. وهذه القاعدة متفرعة على الرضا في العقود والفسوخ، وقد نص عليها الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في قواعده، وتابعه عليها المصنف رحمه الله. وهذه القاعدة راجعة إلى أن العلم تابع للرضا، أن العلم تابع للرضا، فمن يشترط رضاه في عقد أو فسخ لا بد من علمه، ومن لا يشترط رضاه في عقد أو فسخ لا يشترط علمه، لأنه لا فائدة من ذلك، لا فائدة من كونه ليعلم أو لا يعلم، لأنه لو علم ولم يقبل فإن رضاه لا يعتبر، فلهذا لا يشترط علمه. وهذه القاعدة لها منطوق ولها مفهوم. فمنطوقها ما ذكره المصنف رحمه الله في قوله: من لا يعتبر رضاه في عقد أو فسخ لا يعتبر علمه. ومثال ذلك أن الجار لا يعتبر رضاه في بيع العقار، فإذا أراد جاره أن يبيع العقار الذي يملكه فإن هذا الجار لا يشترط لرضاه، وبناء على هذا فإنه لا يشترط علمه. فلو كان زيد وعمر متجاورين في أرض مثلا، بأن كان أحدهما له جزء محدد من الأرض والآخر له جزء محدد منها، فباع زيد أرضه من غير أن يعلم عمرو، فإن البيع صحيح، لأن عمرا لا يشترط رضاه في ذلك، وهذا بناء على أن الجار لا شفعة له كما عليه جمهور الفقهاء،
وما دام أنه لا يشترط رضاه فإنه لا يشترط علمه بالبيع، لأنه لو علم واعترض على البيع فإن اعتراضه لا يقبل، لأن رضاه ليس بشرط. والقاعدة أن من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه، وكذلك البكر الصغيرة وهي التي لم تبلغ إذا زوجها أبوها من غير علمها بأن عقد لها عقد نكاح من غير أن تعلم وهي بكر لم تبلغ فإن العقد صحيح، وإن كانت لم تعلم، لأنه لا يشترط رضاها في هذه الحال. والدليل على هذا حديث عائشة رضي الله عنها في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد عليها وعمرها 6 سنوات وبنى بها وعمرها 9 سنوات، فلا يشترط رضاها، وما دام أنها لا يشترط رضاها فإنه لا يشترط علمها، لأن القاعدة أن من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه، لأنه لا فائدة من علمه بالعقد، فلو علم ولم يرضى فإن هذا لا يؤثر في العقد. وهذان المثالان لعدم اشتراط الرضا والعلم في العقد. وأما عدم اشتراطهما في الفسخ فمن أمثلته لو أن رجلاً طلق امرأته ولم تعلم بالطلاق إلا بعد 1 أو 2 شهور أو أقل أو أكثر، فهل يصح الطلاق لأنه صدر من الزوج أو لا يصح لأنها لم تعلم بالطلاق أثناء صدوره من الزوج؟ والجواب على ذلك أن الطلاق هنا صحيح، لأن الزوجة لا يشترط رضاها بالطلاق، فلو طلقها وهي كارهة فإن الطلاق صحيح، وما دام أنه لا يشترط رضاها فإنه لا يشترط علمها، لأن القاعدة أن من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه. وكذلك فسخ البيع في مدة الخيار، فلو أن زيدا اشترى دارا من عمرو أو اشترى مكتبة منه وقبل أن يتفرق لفسخ العقد ولم يعلم عمرو بهذا إلا بعد أن تفرق، فهل يصح الفسخ أو أنه لا يصح؟ والجواب على ذلك أن الفسخ هنا يصح، لأن عمرا في هذا المثال لا يشترط رضاه، فلو أنه في مجلس العقد قال لا أقبل الفسخ فإن قوله لا يعتبر، لأن المشتري في مدة الخيار. وما دام أنه لا يشترط رضاه فإنه لا يشترط علمه،
وكذلك لو كان الفسخ في مدة خيار الشرط، كما لو باع دارا، باع زيد دارا على عمرو واشترط لعمر الخيار مدة 3 أيام، ثم في أثناء المدة رجع عمرو عن البيع ولم يعلم زيد بهذا إلا بعد انتهاء مدة الخيار، فإن العقد ينفسخ وإن لم يعلم زيد، لأنه لا يشترط رضاه بفسخ العقد في مدة الخيار، وبناء على هذا لا يشترط علمه، لأن القاعدة أن من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه. هذا هو منطوق القاعدة، وقد قلنا هذه القاعدة لها منطوق ولها مفهوم. أما مفهوم القاعدة فهو أن من يعتبر رضاه في عقد أو فسخ فلا بد من علمه، من يعتبر رضاه في عقد أو فسخ فلا بد من علمه، ومثال ذلك البيع والإجارة لا بد فيهما من الرضا، لقوله سبحانه وتعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فاشترط في التجارة التراضي، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. وعلى هذا لو أن شخصا أكره آخر على بيع ماله من غير حق فإن بيعه له لا يصح لعدم وجود الشرط وهو الرضا. وينبني على هذا أنه لو بيع من غير علمه فإن البيع لا يصح، كما لو كان مسافرا وباع أحد أولاده سيارته أو داره أو غير ذلك من أملاكه فإن البيع لا يصح، وذلك لعدم علمه، ولأن من يشترط علمه لا بد من رضاه، وهو هنا لم يعلم فلم يتحقق منه الرضا، لأن الرضا إنما يكون بعد العلم. فهذا مثال من يعتبر رضاه في العقد. ومثال من يعتبر رضاه في الفسخ: لو أن شخصا باع سلعة على آخر، وبعد أن تفرقا من مجلس العقد طلب منه المشتري، طلب المشتري من البائع الإقالة، فله أن يقيله وتصح الإقالة إذا رضي بهذا، أما إذا لم يرضى فإن الإقالة لا تصح، لأن الإقالة من شرطها العلم، لأن الإقالة من شرطها الرضا. وبناء على هذا لو أن المشتري بعد العقد لقال، لو أن المشتري بعد العقد وبعد انتهاء زمان الخيار قال: فسخت البيع، ولم يعلم البائع بهذا، فإن البيع لا يصح، لأن البائع هنا لم يرضى، لأن البائع لم يعلم بالفسخ. وينبني أو يلزم من هذا عدم رضاه، لأنه إذا لم يعلم فلم يرضى، لأن الرضا
متفرع على العلم، فلا تصح الإقالة هنا. فهذه القاعدة كما عرفنا بيّن فيها المصنف رحمه الله تعالى أن العقود والفسوخ التي يشترط فيها الرضا لا بد فيها من العلم، أما العقود والفسوخ التي لا يشترط فيها الرضا فلا يشترط فيها العلم. فاشتراط العلم تابع للرضا، تابع لاشتراط الرضا. وعرفنا ما أخذ ذلك، وهو أن الرضا إذا كان مشترطا لا بد من العلم في العقد والفسخ، لأن العلم هنا مؤثر، لأنه لو اعترض على العقد فإن العقد لا يصح، وكذا لو اعترض على الفسخ فإن الفسخ لا يصح، بخلاف ما إذا كان لا يشترط رضاه فإن علمه لا يشترط، وذلك لأن العلم هنا لا يؤثر، ليس له تأثير، لأنه لو رفض البيع، لو رفض العقد أو رفض الفسخ فإن الفسخ أو فإن الرفض هنا ليس له تأثير. ولما انتهى الشيخ رحمه الله من هذه القاعدة قال: القاعدة 46: من له الحق على الغير وكان سبب الحق ظاهرا فله الأخذ من ماله بقدر حقه إذا امتنع أو تعذر استئذانه، وإن كان السبب خفيا فليس له ذلك. هذه القاعدة تتعلق بمسألة ذكرها الفقهاء، وهي مسألة الظفر. والمقصود بمسألة الظفر أن يكون لإنسان عند آخر حق فيمتنع من تسليمه له ثم يظفر به، فهل يجوز له إذا ظفر به أن يأخذه أو لا يجوز ذلك؟ هذه هي صورة مسألة الظفر، والعلماء مختلفون فيها. فمن وجد حقه عند آخر وامتنع من تسليمه له، هل يجوز له أن يأخذه منه أو لا يجوز له ذلك؟ هل يجوز أن يأخذه منه سواء علم بذلك فأخذه منه قهرا أم لم يعلم بذلك؟ هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء على ثلاثة أقوال. فمنهم من قال يجوز له أن يأخذه لأنه لا أخذ حقه ولم يأخذ حق غيره، ومنهم من قال لا يجوز له ذلك لأنه يكون حينئذ مظنة التهمة، وإنما يرفع أمره إلى الحاكم. والمصنف رحمه الله توسط في هذه المسألة تبعا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، وذكر فيها تفصيلا، وهذا التفصيل أيضا هو المشهور من لمذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو أن من له الحق لا يخلو الأمر من له الحق عند غيره وامتنع لذلك الغير من دفعه له، لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون
سبب الحق ظاهرا. ومثال ذلك الزوجة إذا أخذت من مال زوجها للنفقة على نفسها وعلى أولادها، فإن السبب هنا ظاهر وهو النكاح. ففي هذه الحال يجوز للإنسان أن يأخذ حقه لأن سبب الحق ظاهر. ويدل على هذا حديث لهند بنت عتبة رضي الله عنها كما في الصحيحين أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن زوجي أبا سفيان رجل شحيح، فهل يجوز لي أن آخذ من ماله لنفسي وولدي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله ما يكفيك بالمعروف. فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن لها في أن تأخذ من ماله، لكن قيد ذلك بأن يكون بالمعروف من النفقة المعتادة لحالها وحال لأولادها. هذه هي الحال الأولى، وهي إذا كان سبب الحق ظاهرا. الحال الثانية أن يكون سبب الحق خفيا. ومثال ذلك لو أن شخصا دفع مالا ليكون وديعة عند آخر، ثم طلب منه أن يعيده فامتنع من ذلك وظفر به، فهل يجوز له أن يأخذه أو لا يجوز؟ والجواب على هذا أنه لا يجوز، لأن سبب الحق هنا ليس ظاهر بخلاف عقد النكاح، فإنه ظاهر أي واضح للناس، فمن أخذ حقه لا يتهم بالخيانة. أما هنا في صورة الأمانة، في مثال الأمانة، فإنه لو أخذ حقه فإنه يتهم بالخيانة. ثم لو قيل بأنه يجوز أن يأخذ حقه في هذه الحال لترتب على ذلك فساد الأموال، لأنه قد يأخذ الإنسان مال غيره مع أن السبب خفي ويزعم أنه حقه، فيترتب على ذلك فساد الأموال. والشريعة جاءت بحفظ المال واعتبرته من مقاصدها الضرورية، كما أنها منعت الوسائل التي تؤدي إلى الفساد وحسمتها، وهذا بناء على أصل عظيم في الشريعة وهو سد الذرائع. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن سد الذرائع لربع التكليف، فربع التكليف راجع إلى سد الذرائع. ويدل على هذه الحال قوله صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فقوله ولا تخن من خانك يدل على أن الإنسان إذا ظلم لا يجوز له أن يظلم وإن ظلم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مقابلة الخيانة بالخيانة، وأخذ المال إذا كان السبب خفيا يعتبر في ظاهره خيانة، لأن الناس يتهمونه بذلك، والإنسان مطالب بأن يستبرئ لعرضه كما يستبرئ لدينه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم
كما في الصحيحين لما جاءته صفية تزوره ورجعت وأرجعها النبي صلى الله عليه وسلم، رأى رجلين من الصحابة قد مر بهما، فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم وزوجه أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما إنها صفية. فقال: يا رسول الله، كأنهما متعجبان من صنيع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يحدث في أنفسكما شيئا، أو قال شرا. فهذا دليل على أن الإنسان ينبغي أو يتعين عليه أن يستبرئ لعرضه كما يستبرئ لدينه. وإن قيل: ما هو الضابط في معرفة أن سبب الحق ظاهر أو أن سببه خفي؟ والجواب على ذلك هو أن ما كان معلوما عند الناس فسببه ظاهر، وما لم يكن كذلك فسببه خفي. والمصنف رحمه الله قال: من له الحق على الغير وكان سبب الحق ظاهرا فله الأخذ من ماله بقدر حقه إذا امتنع أو تعذر استئذانه. فشرط هنا شرطين: الشرط الأول أن يكون سبب الحق ظاهرا، والسبب الثاني أن يمتنع من عنده الحق من إعادته لصاحبه أو أن يتعذر استئذانه. أما إذا كان غير ممتنع وأمكن استئذانه فإنه لا يجوز أن يؤخذ الحق وإن كان السبب ظاهرا. ثم صرح المصنف رحمه الله بمفهوم الشرط السابق فقال: وإن كان السبب خفيا فليس له ذلك. هذا تصريح بمفهوم الشرط السابق من باب زيادة البيان والإيضاح. وهذا القول الذي ذهب له المصنف رحمه الله هو القول الوسط الذي تجتمع به الأدلة، فيجتمع به حديث هند السابق وقوله صلى الله عليه وسلم: لأدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فإن قال قائل: إذا كان سبب الحق خفيا ومن عليه الحق ممتنع من أدائه، فكيف يستخلص الإنسان حقه؟ ألا يكون ذلك سببا إلى ضياع المال، والشريعة جاءت بحفظ المال؟ والجواب على ذلك أن حقه لا يضيع، لأنه يمكنه أن يرفع أمره إلى الحاكم فيأخذ حقه. ولما انتهى الشيخ رحمه الله من هذه القاعدة انتقل لقاعدة أخرى فقال: القاعدة 47: الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع. قوله يلحق يعني يأخذ حكمه، والنذر المقصود به إلزام الإنسان نفسه شيئا لم يلزمه به الشرع، كان يقول: لله علي إن شفى الله مريضي أن أفعل كذا. فهذا إلزام للنفس بشيء لم يلزمه الشرع به. وقوله يلحق به معناه يأخذ حكمه،
وقوله يلحق بالواجب بالشرع يعني يأخذ حكمه، يأخذ حكمه في أي شيء؟ يأخذ حكمه في أمرين: الأمر الأول وجوب الوفاء به، والأمر الثاني صفته، فيأخذ حكمه في هذين الأمرين، في الوجوب وفي الصفة. فمن نذر أن يصلي ركعتين فإنه يجب عليه ذلك، فيأخذ حكم وجوب صلاة ركعتين، ركعتي الفجر الفريضة الثابتة بالشرع، لأن هذه طاعة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يقول: من نذر أن يطيع الله فليطعه. فقوله فليطعه هذا أمر، لأنه فعل مضارع مقترن بلام الأمر، والقاعدة أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب. ويأخذ ويلحق به في صفته، فيصلي ركعتين لا بد أن يحقق فيهما الصفات المعتبرة في الشرع، بأن يأتي بهما بقراءة وركوع وسجود وغير ذلك من الأركان والواجبات. وكذلك لو نذر أن يصوم يوما فإنه يجب عليه أن يجب عليه ذلك، ويجب عليه أن يكون الصيام كصيام اليوم الواجب عليه من رمضان، أو كالصيام الواجب في الكفارة، بأن يصوم من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، وأن يمتنع عن مفسدات الصيام. فالإلحاق كما عرفنا يكون في أمرين: الأول الحكم، والثاني الصفة، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. فإن هذا يدل على أن النذر ليأخذ حكم ما أوجبه الشرع. ولما انتهى من هذه القاعدة قال رحمه الله: القاعدة 48: الفعل ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد. وهذه القاعدة سنتكلم عليها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى للجميع التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.